أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسة في شارع الجنوب اليوم، التي تأتيكم عشية الذكرى 72 لثورة 23 من يوليو 1952، التي قدمت الكثير بداية من مبادئها الستة، وصولا إلى جمهورية جديدة بدأت بعد ثورة 30 من يونيو 2013 المجيدة، حتى ينعم الوطن والمواطنون بخير هذه الأرض من خلال رجال قيضوا لأنفسهم وقاموا بما يقومون به وما ينبغي عليهم بمشاركة شعب عظيم هو شعب مصر. للحديث حول مكتسبات ثورة 23 من يوليو، يسعدني أن يكون معي ضيفا في الاستوديو المهندس ناصف أنور ملك، المدير الأسبق لمدرسة كومومبو الثانوية الزراعية. أرحب بك باشمهندس ناصف. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب والصحة والسلامة، وأنت أيضا أحد أبطال حرب أكتوبر. ده شرف كبير لي. نعم باشمهندس ناصف، عندما نتحدث بعد 72 عاما من قيام الثورة، لا شك أن أجيالا لم تحضر ذلك ربما بتشاهد بعضا من إنجازاتها، وفي نفس الوقت ينبغي علينا أن نذكرهم بها ونعرفهم بها حتى يكون هذا الحاضر أو هذا المستقبل امتداد لذلك الحاضر. أهمية أن نقوم بتعريف شبابنا وأجيالنا الجديدة بثورة 23 يوليو. مبدئيا احنا بنهنئ الشعب المصري عامة وبنهنئ القوم التامنة وشعب أسوان الكريم بثورة 23 يوليو. طبعا 72 سنة أجيال كاملة ما حضرتش الثورة، ولكن أجيال متعاقبة شافت نتائج تحقيق أهداف الثورة الستة. ولما نيجي لأهداف الثورة الستة، دي كانت أهداف عامة بتمثل خطة تنموية شاملة لوطن بينهض من عهود إلى عهود جديدة، وبيستشرق مستقبل بيضع فيه كل آماله وطموحاته. استشراق المستقبل هي مراحل التطور والنمو اللي احنا وصلها لنا النهاردة لغاية الجمهورية الجديدة، مرورا من ثورة 23 يوليو الى ما تحصل في المجتمع المصري من تغيرات ومن تأثيرات لثورة 23 يوليو، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الاقليمي، او نقدر نقول كمان على المستوى الدولي وتشكيل كتلة عدم الانحياز، وبترتب على ذلك من عمل توازنات دولية في السياسة العامة. إذا سمحت لي حضرتك إن احنا نقول في أهداف الثورة الستة، طبعا يعني مش هناخد وقت البرنامج كله، ولكن أنا هشير لحتة مهمة جدا يتوقف أمامها المواطن المصري في أي وقت. يعني كان من أهداف للثورة الستة أولا إقامة جيش وطني قوي، ودي نقطة أنا هسيبها للتاريخ بعد شوية، لكن القضاء على الإقطاع، إقامة عدالة اجتماعية، تحقيق أمن وسلامة المواطنين في الصحة والتعليم وما يترتب على ذلك. فتعالوا نشوف إيه اللي حصل في خلال 72 سنة. وثورة 23 يوليو شأنها زي أي ثورة في العالم، لها ما لها وعليها ما عليها، لأن أي نمو طبيعي في المجتمعات وخاصة في الثورات بكل إيجابيات وله سلبيات. ولكن إحنا النهاردة لما نقول هل ثورة 23 يوليو نجحت بصفة عامة في تغيير وجه الوطن المصري، نجحت بصفة 100%. وامتد تأثير ثورة 23 يوليو مش على الوطن المصري بس، ولكن على الوطن العربي ككل، وعلى كل تحركات التحرر السياسي اللي حصلت داخل أفريقيا وفي آسيا، وعلى المستوى العالمي زي ما قلت لحضرتك حصل تحييد في السياسة ما بين القطبين اللي كانوا قائمين في هذه الحالة، روسيا بالناحية وأمريكا الناحية، بزغت في مؤتمر بندونج كتلة عدم الانحياز اللي تولى قيادتها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ونهرو من الهند، أحمد سكارنو، كوامي نكروما، وكل الزعماء اللي تيتو وجوزيف تيتو في يوغوسلافيا. ده امتداد تاريخي لثورة 23. لما تيجي حضرتك تقول لي أثرت فين، كل حركات الثورات اللي حصلت داخل أفريقيا وداخل العالم العربي وفي أجزاء كتيرة من العالم استلهمت روح 23 يوليو. إن ما كانش 23 يوليو لها يد في دعم مباشر، فهو يكفي الدعم الثقافي والدعم الفكري والقدرة على التغيير. الشعب المصري بيستلهم روح الثورة كل فترة،
والشعوب النابضة الحية هي التي لها القدرة على إحداث التغيير في مسار حياتها بما يطلق عليه الثورات. الثورات دي عبارة عن إيه؟ تفاعلات اجتماعية بتترجمها القوى الوطنية وتحطها في طريق تنموي يخدم مصالح الشعب اللي صار. فلما تيجي حضرتك تقيم 23 يوليو على إحداث التغيير في مقدرات الشعب المصري، أنا مش هعلق ولكن هترك للجميع اللي يروا. نتفق مع جمال عبد الناصر أو نختلف، مش كل الناس مصريين، ومش جمال عبد الناصر هو الثورة، الشعب المصري هو الثورة، الشعب المصري هو اللي خد التغيير، الشعب المصري هو اللي عمل الثورة، والشعب المصري هو اللي عمل ثورة 30 يوليو، وهو اللي حمى نظام الحكم، وهو اللي رفض فئة أن تحكمه، وهو اللي استلهم حكم الشعب المصري. فأنا مش هاخد وقت البرنامج كله في هذه المتغيرات، لأن التغيرات دي ملموسة. يعني أنا فلاح وأنا راجل عجوز، يعني أنا ثورة 23 يوليو لما قامت أنا كان سني 5 سنين، فأنا اتربيت في ثورة 23 يوليو، شفت كل أفراحها وكل أطراحها، عشت كل حروبها، ويمكن أكتر حرب عشتها كانت 73، أنا كنت ضابط في الجيش، شفت يعني لديك جيش وطني قوي. تمام، لو اتكلمنا على موضوع جيش وطني قوي، كيف تحقق ذلك وخاصة في الجمهورية الجديدة عندما نتحدث؟ طبعا كان في إرهاصات في الأول، لم تكن الدول تود أن تغضب بريطانيا في ذلك الوقت أو فرنسا أو حتى إسرائيل بأن تعطي أو تمد مصر بالسلاح، لكن استطاعت مصر أن هي تسلح نفسها. وصلنا في الجمهورية الجديدة إلى يعني مراكز متقدمة في الأسلحة الرئيسة المختلفة على مستوى العالم عندما قمنا بذلك، ولندما نقوم بذلك كما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نقوم به ليس من أجل العدوان ولكن من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن والأمن القومي المصري. طب سيادتك بتسألني، اسمح لي أسألك سؤال صغير. تفضل. ماذا لو مصر لا تمتلك جيش وطني قوي حديث؟ كنا هنكون لقمة سائغة في جماعات إرهابية ومتطرفة تستطيع أن تملي الدول علينا إرادتها، ودي جزئية هتكلم عليها في موضوع الاستقلال القرار الوطني في مصر، الله وبعد الشر على مصر والله حافظها. كنا هنبقى زي دول أخرى محيطة في المنطقة بتتعرض لكثير من النزاعات والتشريد والقتل وغيره. طب تسمح لي اضيف حتة؟ اتفضل. مصر لأول مرة في تاريخ يبقى الاتجاهات الرئيسية لها الأربعة عليهم خطر وتهديد من الشمال والجنوب والشرق والغرب، طبعا بدون تفسير. نعم، لأن العالم كلها فهو عشان ما ناخدش الوقت. نعم. طيب أنا لما يبقى عندي تهديد استراتيجي للأمن القومي على 4 محاور، يحتاج إيه؟ يحتاج جيش وطني قوي، وتحت وطني دي حط لي خطين. احنا دايما في المتلازم بتاعنا نقول الجيش المصري، مش بنقول الجيش المصري. الجيش المصري، الجيش ده ملك لكل المصريين، بيدافع عن مصالح وطن ومصالح شعب. فانا مش شغلني مين في الجيش ومين قائده، لان احنا ما عندناش ميليشيات، احنا عندنا جيش وطني قوي، وده كان هدف رئيسي في اهداف ثورة 23 يوليو. ملوش دعوه بالعرقيه او الطائفيه او اي شيء من هذه الاشياء. لا لا، هو بيحمي مصالح الشعب والوطن. مظبوط، وحمى كل مكوناته. خلاص، هو الشعب ووطن. انا ماليش دعوه، انت كل ما هو داخل الحدود المصريه فهو مصري، وكل ما داخل الحدود المصريه الجيش مكلف بحمايته. هل الجيش دافع عن الشعب وحمى حدود الوطن يبقى جيش وطني قوي؟ الإجابة في سطر واحد. طب ماذا لو نمتلك هذا الجيش؟ كنا هنبقى مطمع من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق والغرب، وكل واحد فينا شايل بندقية وعامل ميليشيا، وتحولنا إلى دولة فاشلة. اللي تسبب في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين الجيش الوطني القوي اللي كان أحد أهداف ثورة 23 يوليو. فلما نيجي نرد الشيء نرده الأصل، تسلسلة القيادات بعد كده، وابتدينا ننوع مصادر التسليح. يمكن فاكر سيادتك ان احنا ابتدينا نجيب سلاح من تشيكوسلوفاكيا في الاول، اللي هي وبعد كده من روسيا او الاهالي بيسموه الغرب، الشرق والغرب. وكنا محاصرين عشان ما نجيبش اسلحه، ولما نجيب اسلحه لازم تبقى اقل من اسرائيل، ولازم اسرائيل تبقى متفوقه على مجموعه دول. واحنا طورنا بعقلنا وبقدرات بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بفضل قدرات الجنود المصريين والضباط المصريين، ازاي نستخدم الناتج الفنيه العسكريه، ناتج الكليه الفنيه العسكريه في مصر.
انا ميال طبعا بحكم عكس 27 زاوية الجيش. لا انا بقول الحق. المهندسين المصريين اضافوا للاسلحه اللي احنا جبناها وطوروا الاسلحه الموجوده بحيث انها تبقى صالحه للخدمه. في النهايه عمل منظومه، مصر عملت منظومه متكامله للدفاع عن الامن القومي، ونتائجها كانت في حرب السادس من اكتوبر. وكيف نجحت؟ ما هو في حرب السادس من اكتوبر احنا اسقطنا نظريه الدفاع المميت في خط برليف، كان لي الشرف ان اعبره. اسقطنا نظريه الخط الدفاعي المميت، مش هتقدر اللي هيجي عنده هيموت. لا احنا عديناه بالميه. مظبوط. عديناه بالميه. ما هم قالوا ان ده عشان تعدوه انتوا محتاجين قنبله ذريه. لا احنا من ميه القناه هديناه. ده هو باقي ربنا يرحمه وكان صاحب الفكره طبعا. والفكره دي جت منين بقى؟ السد العالي من اسوان. ده تاريخ. مظبوط. لكن هو تطوير الفكر العسكري المصري بما يتناسب مع ظروف المعركه وتحقيق نصر بفكر مصري. احنا ما استوردناش حد يحط لنا خطط، وما استعناش بحد يحارب لنا. اللي حارب ابني واخويا وابن الفلاح المصري العرقان التعبان الشقيان اللي قدر يعبر القناه ويحقق النصر ويرفع اعلامه، هو ده اللي اسسته ثوره 23 يوليو في جيش وطني قوي قادر على الدفاع على امن الوطن وسلامه اراضيه. تقول وانت بتفتخر انك مصري وان فيه جيش في مصر يحمي مقدرات الوطن، دي كانت احد اهداف ثورة 23 يوليو. وجزء منه باشمهندس ناصف ادى الى ما يسمى باستقلال القرار الوطني المصري. القرار قبل ذلك كان يعني يخضع لاهواء وافكار ومصالح السفير الانجليزي في مصر. ما كانش عندك قدرة تحمي قرارك. احنا النهاردة لو ما عندكش قدرة انك تتخذ قرار، ما انت مش هتتخذه، لان فيه واحد هيقول لك كش مانك هترجع. احنا مش خايفين. مصر بتتخذ القرار الذي يتناسب مع احتياجات الوطن. والبداية كانت في 26 يوليو سنة 1956 عندما أممنا قناة السويس. كان يعني ربما كان البادرة الكبيرة واتجاه للعب قرار وطني. قرار وطني. مظبوط. قرار وطني. لكن ايه اللي بيحمي مخدرات الوطن؟ انشاء جيش وطني قوي. جيش وطني قوي، مش ميليشيات قوية، لا جيش وطني قوي. ما فيش واحد يحمل السلاح غير الجيش المصري. مظبوط. انا كمواطن بحتمي في الجيش المصري. مصر كدولة يحميها الجيش المصري. الشرطة بتأدي دورها في الحيز المدني، لكن حدود الوطن وامن وسامل وسلامته دي عهدة القوات المسلحة المصرية. ده احد اهداف ثورة 23 يوليو، واللي انا قلت لحضرتك نحط تحتها خط واثنين وثلاثة، لان التهديد الاستراتيجي لمصر المحاور الاربعة بتوعك مهددين. ما لم تكن تمتلك جيش قادر على الدفاع كنت تم اختراقك، واحنا الحمد لله ما حدش بيخترقنا. الحمد لله. بالعودة لاستقرار القرار الوطني، البداية كما اشرنا كانت بشكل كبير واضح، ادى الى ذلك طبعا تأميم قناة السويس، ادى الى العدوان الثلاثي على مصر، وانتصرت مصر من الجهة السياسية او من الناحية السياسية. ده برضو بيشير الى قوة وقدرة مصر في المجال السياسة وافكارها وعقيدتها الراسخة في حب الخير للجميع، والسياسة المصرية سياسة متفردة وقادرة على التعامل مع المواقف المختلفة. بتقيم ده برضو ازاي؟ مصر اولا دولة مش عدوانية. في تاريخ المصري احنا دولة مش عدوانية، ولكن دولة تجيد الكفاح والدفاع عن مصالحها القومية. لما جينا في المستوى الاقليمي احنا عمرنا ما اعتدينا على اي دولة. لما جينا في المستوى السياسي، وده كان تأثير البرج الاكبر، انشاء كتلة عدم الانحياز اللي تزعمها جمال عبد الناصر ونهر وتيتو وبعد كده احمد سكرنا كومن كرونا وجماعه مجموعه الزعماء دول، خلقت كتله تعادل او تعمل توازن ما بين الكتلتين الاعظم في هذا التاريخ، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. ما انت يا تبقى شرق يا تبقى غرب. لكن لما طلعت عدم الانحياز دي، ما بداها بتقول ايه؟ ان احنا نعيش في سلام، وان احنا لا ننحاز لاحد، ولكن ننحاز للمصالح القوميه لاوطاننا. الفكره دي استوعبت اعداد كبيره من دول العالم، وهي اللي عملت التوازنات. اصحاب الفكره مين؟ مصريين. ده ناتج لفكر ثوره 23 يوليو في استقلال القرار الوطني. هي الفكره بتعتمد عليه ان انا ما اخدش تعليماتي من السفير الانجليزي او السفير الامريكاني او السفير الروسي، اخد تعليماتي من المصلحه القوميه للوطن، واتخلى عن التبعيه. والتخلي عن التبعيه يتبعه استقلال القرار السياسي.
واستقرار القرار السياسي يحتاج لقوة عسكرية تحمي ظهر السياسيين. عشان كده لما تبص في منظومة 23 يوليو اللي بنوصل له النهاردة ناتج لإجمالي السياسات. نقطة مهمة جدا عشان ما ناخدش البرنامج كله في السياسة والعسكرة. نعم. الصحة والتعليم. زمان كانت كل قرانة لا يوجد بيها دكتور. للقرية اللي كان بيبقى فيها تمرجة تاني بحظها حلو. ثورة 23 يوليو ابتدت تعمل وحدات صحية داخل القرى. صحيح صح الوحدات دي كانت امكانياتها ضعيفة جدا. لكن لما تيجي النهاردة تقول انا عندي وحدة رعاية الاسرة في القرية الفلانية، البذرة بتاعتها هي الوحدة الصحية اللي كانت معمولة في القرية اللي عملتها ثورة 23 يوليو. تطورت هذه الفكرة مع تطور الفكر المصري مع تطور الصحة مع تطور ده كله لما وصلتنا لغاية وحدة رعاية الاسرة، المستشفيات اللي عملوها في حياة كريمة الرئيس السيسي. الحياة حاجة تفرح، ومستوى الخدمات فيها رهيب، وصولا لتأمين الصحي الشامل. لا ما هو لسه احنا دي الخطوة الجاية. الخطوة الجاية وصولا معنا احنا نوصل لها ان شاء الله. احنا في المرحلة الجاية. نعم. ابتدت بعد كده الوحدات دي لازم يبقى لها عندها مستشفيات مركزية قادرة انهم يحولوا لها حالات فتقدم خدمة ممتازة. وانا على مستوى مدينة كومومبو انا بشوف كل الوحدات اللي هي ابتدت في 53 وبعد تطويرها النهاردة ببقى فخور ان بلدي عملت كده. بفخور ان احنا وصلنا الى هذا المستوى من الخدمات الصحية. المستشفى اللي بتتعمل في كومومبو مستشفى حديثة جدا. مستشفى العيون اللي عملت في اسوان هنا مستشفى حديثة جدا. المستشفيات اللي بيتم تطويرها داخل مشروع حياة كريمة. والتطوير اللي حصل في المستشفى في المجال الصحي شيء يدعو للفخر. ليه طلب واحد بس. الصيانة. الصيانة. ان يعهد الى شركات معينة بصيانة هذه المنشآت عشان نحافظ على جودتها وكفائتها في التشغيل. والجمهورية الجديدة اعتقد انها من ضمن افكارها اللي بتحققها في مختلف المجالات هي ليست انشاء مباني وتركها بعد ذلك جودة. للاهمال، ولكن نوع من انواع الصيانة، وكل الصيانة حسب احتياجها، صيانة شهرية، نصف ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية، حسب ما يتطلب الامر عشان نحافظ على هذه المنشآت اللي يتصرف عليها كتير. ويتدعو الفخر. وتدعو الفخر. تدعو الفخر. يعني انا بشوف مستويات الترفيه. تعال للتعليم. انا بتكلم في حتتين مهمين جدا في حياة الشعوب، الصحة والتعليم. وهو اللي بتنهض بهم اي امة. ما فيش امة هتنهض بدون تعليم طبعا. انا منحاز للتعليم. طبعا. احنا عشان نطلع مهندس كويس لازم نعلمه. دكتور كويس، قاضي كويس، ضابط كويس. اساسه التعليم الكويس. مظبوط. والتعليم بجوداته مكلف. لازم نعترف ان التعليم شيء مكلف جدا. لانك اكتر حاجة تستثمر فيها هي الانسان. والانسان صحة وتعليم. علمه الاول حسن صحته هيديك انسان قادر على العمل وقادر على التفكير وسليم صحيا وفكريا. التعليم احنا ما كانش عندنا مدارس. في كل 5-6 بلاد تلقى مدرسة ابتدائي. في كل مركز مدرسة اعدادي ومدرسة ثانوي. النهاردة القرى فيها مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي. جيت منين؟ جت من خطة الثورة في التوسع في التعليم. التعليم عايز تحسين جودة؟ عايز تحسين جودة، وانا كأحد رجال التعليم بقول محتاج تحسين جودة. الخطط المحطوطة لتحسين جودة التعليم في النهاية هتنعكس على المجتمع المصري. لان ابن حضرتك لما يروح المدرسة ويعلموه كويس انت في البيت هيخف عليك الضغط، وخاصة في مجال الدروس الخصوصية. لكن بذرة التعليم والتوسع في التعليم والقضاء على الأمية دي فكرة 23 يوليو. لازم نرجع الشيء لأصله. حصل تطوير بعد كده لغاية الثورة، لغاية الجمهورية الجديدة. مش هنقول الثورة 30، ده احنا في جمهورية جديدة بمبادئ جديدة بفكر جديد بتنفيذ على أعلى مستوى. النهاردة المدارس اللي بتتعمل ونوعيات المدارس اللي بتتفتح وخاصة المدارس التكنولوجية هتؤدي على المدى القريب مش البعيد إلى حدوث طفرة في مستوى التعليم في مصر. يبقى احنا دي من باب يلو صحة كويسة، تعليم كويس، مواطن مصري كويس. باشمهندس ناصف، العدالة الاجتماعية كانت أيضا أحد الأهداف الستة لثورة 23 قضاء الأقطاع. والقضاء الأقطاع؟ الاول. طيب ماشي. ما هو قضاء الاقطاع بقى العداله الاجتماعيه. تمام. هو تأميم راس المال المسيطر على الحكم. نعم. العداله الاجتماعيه
مش انك انت تعمل اقطاع، تقضي على الاقطاع او تأمم المصانع. العدالة الاجتماعية هي توزيع، عدالة توزيع الدخل، عدالة توزيع الدخل وعدالة توزيع الخدمات وعدالة توزيع المناصب. زمان كان يقول لك ابن البيه ابن الباشا وابن، لا، جمال عبد الناصر قضى على ده كله. العدالة الاجتماعية تبدأ في المساواة ما بين أبناء الوطن الواحد، لا فرق بينهم، لا اللون ولا الثقافة ولا الأصل ولا العرق ولا الدين. أنت تملك شهادة أنك مواطن مصري، مدام مواطن مصري لك كل حقوق وعليك كل الواجبات بالمساواة. دي العدالة الاجتماعية بمفهومها، لا ان انا اسويك انا وانت نبقى قاعدين على خط واحد من المساواة في الواجبات وفي الخدمات، لك ما لك وعليك ما عليك. هدف كان اساسي في ثورة 23. اما تصفية الاقطاع والسيطرة على المصانع، ديها ايجابياتها وليها سلبياتها. اولا هي وسعت الملكية العامة، ولكن توسيع الملكية العامة وتفتيتها الى اجزاء صغيرة يصعب عليك عملية التحديث، ده سواء في المصانع او في الاراضي الزراعية بصفة عامة. تصعب عليك عملية التحديث، عملية التحديث مكلفة جدا. وانا هدي لحضرتك مثال واحد بيطبق في الجمهورية الجديدة حاليا، وان شاء الله هنشوف ثماره قريب قوي. مصانع الغاز والنسيج في المحلة الكبرى، يمكن زمان واحنا صغيرين كان اللي بيلبس حاجة من المحل يقول لك ده لابس حاجة من المحلة. فاكر حضرتك الكلام؟ اكيد. يعني انا اكبر منك شوية. يعني انا السبعينات والثمانينات حضرته طبعا. يعني المحلة هتستعيد عرشها وتعمل فيها اكبر مصانع الغزيل الغزل والنسيج في العالم. منين؟ من فكر الدولة، من فكر الدولة ان احنا نستعيد عرش الصناعات المصرية. ما اهمل في فترات سابقة يستعيد عرشه. محاور الطرق اللي اتعمرت في مصر والمواني والمطارات دي كلها شرايين حياة في الجمهورية الجديدة. ما احنا بنقول الجمهورية الجديدة ده امتداد لثورة 23 يوليو، والشعب المصري قادر على انه يطور نفسه، مش بيطور نفسه بس، ده بيطور فكره، وبالتالي بيطور اهدافه، بيطور وسائله، وبيطور امكانياته في سبيل ان هو يبقى في مصاف الدول المتقدمة. تقابلنا ازمات ورد، لكن تخطي الازمة يجي منين؟ من قدرة الشعب على العمل. احنا ما حدش هيجي يشتغل في مصر عشان احنا نتقدم او يدينا فلوس عشان نعيش بيها. ما انا مش هفضل طول عمري اقول مات، ما ينفعش. لكن انا اقدر اشتغل وانتج واعيد دورة التاريخ، تبقى مصر هي محور الشرق الاوسط. واحنا عايشين، يعني احنا بنشوف هذا. يمكن احنا مش هنكمل في العمر، لكن بندعو اولادنا انهم يستشرقوا الامل والعمل، يستشرقوا الامل والعمل، لان بدون عمل مفيش امل هيتحقق. الامال لا تبنيها الامنيات، والاوطان لا تبنيها المعونات، ولكن تبنيها سواعد ابنائها. والشعب المصري قادر، وما زرع في هذا الشعب من مبادئ ثورة 23 يوليو قادر على تحريكه لانجاز هذه المهمة. انا على ثقة تامة، وكلنا على هذه الثقة، وثقتنا في الله سبحانه وتعالى الذي حفظ مصر و داخلين وامنين، وخاصه ان جندنا الكثير من المشاكل التي تحدث حولنا. لو تحدثنا ايضا عن ثوره 23 يوليو وفكره تفاعل الشعب المصري مع هذه الثوره وقدرته على التجديد والتطوير والوصول الى ما وصلنا اليه في الجمهوريه الجديده بعمل الفكر، كما اشرت الامر متعلق بالتعليم، متعلق بالصحة، لكن هل كان ممكن نبقى أسرع من كده وكبلتنا ربما بعض الظروف اللي الخارجة عن إرادة الدولة المصرية وما وصلناش عشان كده مستعجلين في الجمهورية الجديدة؟ أنا لازم نعترف أن مصر مستهدفة طول عمرها. ليه؟ ما احنا لو عرفنا ليه هنعرف احنا بيحاربونا ليه. هم يخشوا قوة مصر، لأن الشعب المصري شعب قوي وشعب قادر على مدى التاريخ، هات من أيام الجصوص وأحمق، ما فيش شعب ملوش حل. وإحنا بنبرد يقول لك ده شعب ملوش كتالوج. قادر على الإبداع في أي مكان. هم خايفين منك ليه؟ لأنك أنت شعب قوي. فعلى مدى الثورة المصرية من سنة 53 لغاية النهاردة، المعوقات الخارجية والمؤامرات اللي بتحاك ضدك كلها مفروض أنها تكتفك عشان ما تجريش.
إدراكا من القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لحجم التحديات اللي احنا عشناها في السنين اللي فاتت، عايزة تجري عشان اعوض. انا انت حضرتك سابقني، انا لو مشيت انا بجري وانت بتجري، طب ما انت سابقني. لا انت بتجري، انا عايز الهس من الجري عشان على الاقل ابقى جنبك، ولما ابقى جنبك الهس تاني عشان اسبقك. انا امنيتي وتطلعات شعبي وتطلعات القيادة السياسية وتطلعات المصريين عامة انهم يكونوا في مصاف الدول المتقدمة. عشان كده احنا بنجري. يعني يمكن سيادتك لما شفت الرئيس السيسي وهو بيبتدوا في مشروع القناة والمخططين بيقولوا يا ريس ده هياخد 3 سنين، قال لهم 3 سنين ايه؟ هي سنة واحدة. مظبوط. وتم بس بدل ما يشتغل 8 ساعات كان بيشتغل 24 ساعة. احنا محتاجين فعلا ان احنا نشتغل 24 ساعة عشان نعوض القيود والتكبل يعني التكبيل اللي حصل، التكبيل اللي حصل في حياتنا، واخلص منه وانطلق لافاق جديدة تحقق امنية شعب ورفاهية وطن. احنا بنأمل في المستقبل ان احنا نبقى شعب بيعيش في امان ويعيش في رفاهية. والشعب اللي انطحن دوه في الازمات الاقتصادية، ابنائه على الاقل يبتدوا يجنوا ثمار هذه المشقات اللي احنا مرينا بها. نعم باشمهندس ناصف، إقامة حياة ديمقراطية سليمة كانت أحد الأهداف الستة لثورة 23 يوليو، ربما عطلتها بعض الظروف والمواجهات والتهديدات حتى وصلنا في النهاية لجمهورية جديدة فيها مجلسين، فيها انتخابات شهد العالم كلها، طبعا انتخابات رئاسية وغيره، شهد العالم كله بنزاهتها وأنها معبرة حقيقة عن إرادة المصريين. التأخير في إقامة الحياة الديمقراطية السليمة كلف مصر ولا ده كان سياق طبيعي للظروف اللي كانت تحيط بمصر في ذلك الوقت بعد 23 يوليو؟ بالتأكيد كلف مصر، لأن الحرية السياسية، وجود جبهتين او اكتر من جبهة في الحكم بيعمل حاجة، بيخلي الجبهة الحاكمة او الحزب الحاكم تحت رقابة باقي الاحزاب، ومجموع هذه الاحزاب بيكون فكر الوطن. ويمكن اتجاه الدولة حاليا في تعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة، القوائم اللي الناس بتشتكي منها، القائمة اللي بتتعمل ليه عشان يضمن مشاركة فئات معينة انها تكون ممثلة داخل مجلس، بما يسمى بالتمييز الإيجابي. التمييز الإيجابي، المرأة، ذوي الإعاقة، الشباب، القائمة دي بتحط فيها نسبة من كل كلام الفئات اللي بتقول على حضرتك. لكن انا بهذه النسبة ضمنت انهم ممثلين داخل مجالس النيابية بتاعتي. معنى ذلك ان المجالس النيابية اللي تمثل جموع الشعب المصري بجميع افكاره وجميع انتماءاته، ما عادش عندي حزب واحد حاكم، بقت عندي احزاب، لان القائمه لما اتحطت كان فيها مثلا 10 احزاب 8 احزاب، مش كل الاحزاب لفكرها واحد لكن فيها افكار معينه. والتنوع الفكري يجيب تنوع حزبي، والتنوع الحزبي يضع رقابه على الحاكم، واحنا مش خايفين من الرقابه، احنا بالعكس احنا كشعب مصري بنطالب بتوسيع الرقابه. توسيع الديمقراطيه في الجمهوريه الجديده هيكون له اثار ايجابيه جدا على الشعب المصري، واحنا كلنا امل ان كل ما زادت الحريه، كل ما زادت المساواه، كل ما انفتحت افاق الديمقراطيه، كل ما وسائل الحكم بقت اريح، ووسائل التقدم والرقابه الشعبيه بقت اعمق واكثر تاثيرا. وده بينعكس ايضا على القوانين والتشريعات التي تسير الدوله وتسير موضوعات كثيره. الوقت في السابق كان محدود ربما بعدة قوانين، هي كثيرة طبعا، لكن نتيجة للتلاحق الكبير فيما يحدث في تطور تكنولوجي وغير تكنولوجي ومستجدات على الساحة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيره، فرضت على الأجندة التشريعية أنها تطور من نفسها، وبالتالي بيتم تطوير عدد كبير من القوانين، بل استحداث قوانين جديدة تلبي الحاجات الموجودة الآن. بتقيم ده أيضا إزاي؟ تقييم إيجابي. لأن أنا أقول لحضرتك على حاجة، احنا النهاردة بنتكلم كل كلامنا، يعني حضرتك بتعوز نعمل برنامج بنعمله في الأول على الواتس وعلى السوشيال ميديا، وإحنا قبل ما تطلع هذه الوسائل كان الاتصال صعب جدا، وكان التواصل ما بين الناس صعب جدا، وكانت الافكار عشان تنتشر عايزه شغل كتير. النهارده انت فكرك ممكن تنشره على العالم كله على اكس، كانت تويتر قبل كده. التواصل الاجتماعي ده ليه ايجابيات وليه سلبيات.
يمكن حضرتك في اليومين اللي فاتوا حصلت عطل في احد الشركات المنفذه، ادت المطارات و توقفت مطارات ومستشفيات، وحصلت ربكه نعم. عالميه وبورصه وقدرت فيها الخسائر بالتريليونات مش بالمليارات. لازم يكون في قانون يحمي الملكيه الفكريه، وقانون يحمي الخصوصيه، لان الخصوصيه ممكن تخترق في اي لحظه في التليفون اللي في جيب حضرتك. مظبوط. ممكن يعمل هاكرز عليه ويخترقه وياخد كل معلوماتك اللي عليه. لازم يكون في قوانين. دي بقى اللي خلت استحداث قوانين تتناسب مع معطيات العصر. الحاجة التانية، اتجاه الدولة حاليا فتح افاق الاستثمار للقطاع الخاص. ما عنديش مشكلة ان كل الشركات تيجي، واللي عايز من بره يجي يعمل شركات، خاصة في مكان الدولة سابقا تغلق عليها في شركاتها فقط. اذا كان بنتكلم على مية كهرباء وغيره، كان فقط قصر على الدولة هي اللي قطاع العام هو اللي يشتغل فيها. لكن دلوقتي لا، في افكار جديدة. ما هو الافكار الجديدة يلزمها ايه؟ تشريعات جديدة تتناسب مع المعطيات اللي احنا بنقول عليها. فلازم القوانين. يمكن هيئة الاستثمار حضرتك كل شوية اجتماع وتجيب المستثمرين وتشوف مشاكلهم ايه، لغاية ما وصلنا لغاية الاستثمار في الشباك الواحد. يمكن معالي الوزير كامل الوزير الاسبوع اللي فات كان في زيارة لاحد المنافذ، واحد المستثمرين بيشتكي له من هو مش عارف عايز مصنع عسل اسود ومقدم ومدلوش. العاد على المكتب بكره اسبوع يكون الاسبوع لازم تاخده. الفكر ايه؟ الفكر تسهيل عمل القطاع الخاص في فتح قاعده الاستثمار، فتح قاعده الانتاج، انتاج اكتر، مميزات طرح في السوق، استغلال سلع تصديريه، وفرت انا هجيب دولار منين؟ ما لازم اسطر. لازم نشتغل. نرجع للنقطة الأولانية، لازم نكون منتجين عشان نقدر ننافس غيرنا، ولازم ننتج بجودة معينة. أنت عارف حضرتك دلوقتي في العالم كله في معايير للجودة. أنا هاجي أصدر لحضرتك سلعة، بنجيب المعايير المطبقة في أوروبا والمعايير اللي في أمريكا، ولازم أديك منتج يتطابق مع هذه المعايير، وإلا مش هنمشي. فلازم يكون في تشريعات زي ما بتقول حضرتك تتناسب مع هذه المعطيات الجديدة، وده اتجاه الدولة. أيضا موضوع وفكرة 23 يوليو كانت ظروفها صعبة في ذلك الوقت، وكان ينبغي على الجميع أن هو يتكاتف. تعرضنا لبعض أزمات في ذلك الوقت، هل استطاعت مصر أن تخرج منها أو ما زالت مكبلة؟ بغض النظر عن موضوع إقامة حياة ديمقراطية سليمة في أي مجال من المجالات كالاشتراكية مثلا، يعني بنتكلم على الشكل الاقتصادي، كان اشتراكي وبعد كده دخلنا في فترة انفتاح في فترة السبعينيات، وكان فترة الثمانينات وما بعدها نوع من أنواع الخلطة أو في الفكري إن هو جزء اشتراكي وجزء رأسمالي، وبعد كده يعني الناس مش عارفة هي اشتراكية ولا ده برضو عطل مصر في انطلاقها. بدون شك عطل. ليه بقى؟ التشريع لازم يكون تشريع واحد. احنا بنعمل شركتين، حضرتك هتقول لي انا اشتراكي واقول لك انا راس مالي، يطلع لك انت قانون ويطلع لنا قانون؟ لا، هو يطلع قانون واحد، وانت عايز تبقى اشتراكي خليك اشتراكي، عايز تبقى راس مالي خليك راس مالي، لكن في قانون يحكمنا. الدول المتقدمه اعمل اللي انت عايزه بحريتك، ولكن عندما تاتي الى المنطقه العامه القانون يحكم الجميع. حط لي قانون يمشي على الكل، ما يمشيش على مصنع وما يمشيش على الثاني، ما يديش تسهيل لواحد وما يديش تسهيل للتاني. لا، انت كده بتخل بمبدأ المكافأة في التنافسية، تكافؤ الفرص. وتكافؤ الفرص بيهم مصالح الدولة اولا، والدولة تحط كل المصانع دي تحت رقبتها ماشي. يعني في امريكا كل مصانع السلاح قطاع خاص، لكن المتصرف مين؟ الدولة، البنتاجون، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. مظبوط. لكن هي المصانع قطاع خاص. اعمل انت كل اللي يعجبك في القطاع الخاص، لكن حط الاشراف للدولة بقانون يحمي حق الطرفين. ودي القوانين اللي بتكلم عليها حضرتك، اللي هي القوانين المتناسبة مع الوضع الجديد اللي احنا فيه. احنا النهاردة عاملين انفتاح شديد، وبندعو جميع الدول الاجنبية انها تيجي تستثمر في مصر. يمكن حضرتك طبعا متابع رأس الحكمة. نعم. ومش هو ده المشروع الوحيد، لا، ده في مشاريع تاني، وخاصة في الهيدروجين الاخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. كل دي عايزة تشريع جديد تحمي فكرة القطاع الخاص في التنافسية وفي تكافؤ الفرص. نعود من حيث بدأنا، فكرة ان الشباب يجب ان يعلموا تاريخهم هذا، ويعلموا التطور الذي حدث، ويستلهموا من 23 يوليو الافكار القابلة للتطبيق، ولكن بمعطيات العصر وليس بالعصر القديم. ما الكلمات التي نقولها لشبابنا
لكي يتعرفوا بالتاريخ، ثم يهضموا كل ذلك ويخرجوه بشكل يتناسب مع العصر الحديث للتقدم والتنمية في مصر والجمهورية الجديدة. أولا، من يتهم الشباب المصري إنه هو مش متابع لمعطيات العصر، ده قول بعيد عن الحق. وأنا هقول لحضرتك على مشاكل مرت على مصر وشفت فيها الشعب المصري حتى واحدة. هم يوم 30 يونيو نزلوا كم مليون مصري في الشارع؟ أكثر من 33 مليون. دول شباب ولا الشيوخ ولا احنا قسمناهم؟ لا، من كل الفئات. من كل الفئات. مظبوط. معنى ذلك ان الشباب المصري مدرك للخطورة اللي بيواجهها الوطن. وعند الحاجة الشباب تصدر المشهد. فيه لجان من تنسيقيات الأحزاب وشباب الثورة والحاجات دي كلها شباب. يمكن في التشكيل الحكومي الجديد في نواب محافظ، انا قريت على نائب محافظ باين في اسيوط سنه 30 سنه ومحافظين ووزراء 42 سنه. دول ما شباب، العواجيز ده بقى انا، لكن دول شباب. معنى ذلك ان الشباب المصري بخير، طبيب اللي ينقصه. حتى زي الدكتوره منال عوض، يعني اول سيده تتولى حقيبه التنمية المحلية. وقبل كده كانت محافظة. وقبلها كان نائب محافظ. وقبلها كانت نائب محافظ. برضو ما نقدرش نقول ان الشباب المصري مغيب. ما انا مش بدافع عن الشباب المصري، ولكن انا بقول لحضرتك دي حقائق. النهاردة كل الشركات اللي في مصر مين بيشتغل فيها؟ شباب مصر. مصريين. ادي الشاب المصري فرصة في التعليم وفي تنمية المهارات وخد منه. لكن ما تقولش الشاب المصري ده معوق واصل مدمن مخدرات واصل دول قاعدين على القهاوي. لا لا لا، مش ده الشباب المصري. انا ما بناقش القضيه دي بقدر ما بناقش ان هم يبقوا عارفين ومدركين لحجم المخاطر للي اتعمل قبل كده عشان يبنوا عليه بس بمعطياتهم وافكارهم البناءه اللي حضرتك. انا هقول لحضرتك على حاجه، الشعب المصري والشباب فئه من فئاته. الشعب المصري شعب شاب. دي احنا تعدادنا 100 مليون، 105 و110. لا خلينا في المية عشان تبقى الحساب سهل مع حضرتك. طيب ما ندخلش بكسور. لا لا لا، مش هندخل في الكسور يعني. فلما نقول منهم 50 مليون اقل من 50 سنة، يبقى ده الشعب شاب. وممكن والله توصل النسبة ل 60. لكن انا بقول لك في اسوأ الفروض 50% منهم اقل من 50 سنة، من سنة ل 50. و50% منهم زي حالتنا احنا كده، الناس العواجيز القائمين على الشعب، على خدمة الوطن المصري، هم الفئة الأولى اللي احنا بنقول عليهم الشباب. شاب اللي في التعليم احنا بنعده كويس، هيبقى مهندس كويس، هيبقى دكتور كويس. فالشباب المصري بخير، ولكن حجم العمل المطلوب منه يتناسب مع حجم التحديات اللي بيواجهها. ما تقعدش في بيتكم وتقول الدولة ما جابت لنا الشقة ليه؟ طب وانت ما اشتغلتش رحت اشتريت شقه ليه؟ الدوله اتاحت لك. اسوان الجديده جنبك كلها شباب، صح؟ وما راح اشتروا الدوله ما ادتوش. لكن انت ما تنامش في بيتكم وتقول الدوله ما ادتنيش شقه، لا مش هديك. لان الشقه دي اتبنت من سواعد الناس اللي اشتغلت. انا لما اديك انت ببلاش اللي بعدك مش هيلقى ياكل. مطلوب من الشباب ان يستوعب متطلباته الشخصيه اللي هي جزء من متطلبات الدولة، اللي هي جزء من الالتزامات اللي عليه فيما يقابلها في حقوق وواجبات. احنا وظيفتنا ايه بقى؟ دورنا فين؟ دور الاعلام المصري عامة وعلى رأس التلفزيون، لان التلفزيون بيمثل يعني نسبة مشاهدة عالية جدا في جميع البرامج، ان يقدم اعمال. يعني انا هقول لحضرتك على حاجة تنمي الجزء الوطني. ليه الاختيار 1 و2 و3 نسبة المشاهدة فيهم كانت عالية جدا جدا جدا؟ ليه؟ اللي كانوا بيشوفوه دول الشباب ولا الشيوخ؟ كل الفئات والشباب على رأسهم. طب ليه الناس كانت عايشة معاهم؟ ليه الناس كانت عايشة معاهم؟ ليه الشباب كان عايش معاهم؟ ليه الشباب اللي استشهد في الكمين البرس واللي في القدة قدم وراء أرواحه سواء من الشرطة أو من الجيش، العيال بياخدوهم مثلا منسي منسي ومحمد مبروك وتياس كامل، أسامي تاريخية في الشرطة والجيش قدمت ارواحها فداء لهذا الوطن. دول كانوا شباب ولا شيوخ؟ كانوا شباب. ده معظم الشباب اللي استشهد في سيناء اعمارهم اقل من 30 سنه، وهو ده الشباب المصري. اذا الشباب المصري بخير، لكن حطه على الطريق الصح هيديك نتائج صح.
جميع العمال اللي في المصانع شباب مصر، جميع العمال اللي في الشركات شباب مصر، اديله فرصة عشان يثبت ذاته، وازرع جواه الامل والطموح، الطموح ان يحقق امله فينجح. وجزء من ارتباط الشباب والمواطنين المصريين بصفة عامة بالأعمال الدرامية التي أشرت إليها بيدل دلالة مهمة، هي فكرة الوطنية المتجذرة داخل قلوب وعقول المصريين، لأن الأعمال هذه كانت أعمال وطنية، وبالتالي الناس دي بتدافع عن مصر، فتفاعله دون أن يشعر بأنها بتمس حاجة جواه، وهي فكرة حب الوطن وجدان. الولاء والانتماء، وجدانه يعني غارق في هذه المعاني الطيبة والكويسة، لا خلاه يتفرج وتفاعل وظهرت عنده دي، ربما ما تظهرش منه في السلوك او في التحركات او في كلامه. انت بتقول لي قاعد له، وما هو نفس الولد اللي راح هناك حرب واستشهد عشان انت تعيش هنا في امن وسلام، هو مش هو ده المصري؟ صحيح، هو ده المصري. صح. احنا ما استوردناش حد من بره، ما حدش دافع عن وطننا، احنا اللي بندافع عنه. اولادنا اللي ماتوا هناك ماتوا عشان احنا نعيش، وعشان الوطن ده يعيش حر. دول شباب الشعب المصري، ينقصنا ايه؟ احنا نسلط الاضواء بتاعتنا على النماذج وعلى قيمة العمل. العمل في حد ذاته قيمة مش اجر، الاجر ده جزء من ناتج العمل، لكن العمل في حد ذاته هو القيمة. قيمة الانسان في عمله، وقيمة الشباب في عملهم، قيمة من حق الشباب ان يطبع وان يحلم، وكان عليه ان يعمل عشان يحقق طموحه، وعشان يحقق طموحه وما يحلم به. وده اللي احنا بنقول بنقدمه من خلال الاعلام، وعلى رأس التلفزيون المصري وحضرتك والناس المستنيرة اللي بتقول للشعب اعمل. ده حتى الدين بيقول وقول اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمن. احنا ما جبناش حاجة منها، وقول اعملوا، ما قالش دامه، لا، هو العمل المفروض علينا عبادة، عشان نتقدم وعشان نرتقي بنفسنا ونرتقي بوطننا لازم نعمل، ما فيش حل تاني. أنا سعدت أيام سعادة بلقائك مهندس ناصف أنور ملك، المدير الأسبق لمدرسة كومبو الثانوية الزراعية، تشريفك لنا كما عودتنا دائما، وطاقة الأمل والتفاؤل والحث على كل ما هو طيب لهذا الوطن، والوطنية الخالصة والممتدة منذ الولادة ومرورا بحرب 73 التي شاركت فيها. أشكرك شكر جزيل، شرفتني ونورتني. كل الأمنيات الطيبة لهذا الوطن الحبيب مصر بالتقدم والخير والرخاء، واللي نستنهض همم أبناء وجموع الشعب المصري من خلال مناسبات تمر علينا بين الفترة والأخرى، ومنها 23 يوليو 52. أنا شاكر لحضرتك وشاكر لأسرة القناة التامة، وبقول للشعب المصري كل سنة وانتم طيبين، وبقول للشعب المصري ان الامل في المستقبل يستدعي ان احنا نستنهض الهمم وندافع عن اماننا زي ما دافعنا عن اوطاننا بكل كفاءة، وان شاء الله هنوصل الى ارقى المستويات ونتصدر كل الشعوب المتقدمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، غدا بمشيئة الله اسرة جديدة وموضوعات ايضا جديدة في شارع الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.